طبعا انا من قبل سكنت جديده احنا الهيئة العامة للأراضي والمساعة والتخطيط العمراني نطالب إزالة الفاسدي الذين باعوا درجاتنا الوظيفية ولم يأتوا بمرتباتنا اليوم خامس شهر ونحن بلا مرتبات وحقوق، والذي باعوا أراضي القطاع وباعوا أراضي الموظفين وتقاسموها بيناتهم البين، ونحن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لم نملك أرض ولا أي حق. طبعا هذه اليوم وقفة احتجاجية أولى لجميع الموظفين المتعاقدين الرسميين، معنا عدة مطالب منها تحفيز المتعاقدين، صرف رواتب وأمل الأراضي. أصلا نحن يعني مصلحة الأراضي وعقار الدولة، الهيئة العامة للأراضي وعقار الدولة والمساحة والتخطيط العمراني بدون أراضي لا حد الآن. الأراضي تصرف يعني بالكيلومترات، الناس يبسطوا عليها والموظفين اللي قائمين على الأراضي يعني بدون سكن يعني حتى الآن يعني كل موقع نحدده للجمعية للموظفين يتم البسط عليه. أيضا في معانا الآن في ناس، في مجموعة من أيضا الحافز، يعني احنا نستلم راتب صافي، لا معنا حافز، لا معنا مكافآت، لا معنا أي حاجة. نطالبهم يعني يحددوا لنا حافز من حسابات الدعم والجارية، معنا حسابات جارية بملايين. الهيئة العامة للأراضي وعقار الهيئة العامة للأراضي والمساعة والتخطيط العمراني يعني مع مكتسبات أراضي يعني مورد وطني، مش معقول إن إحنا ما نحصلش حافز، يعني معنا حافز الماسح، معنا حافز مبيعات يعني 3% من الدعم، معنا حق المخططات، معنا حق المسح الميداني. هذه يعني ملايين تصرف لناس محددين، كانت عبارة عن يعني تركة مخصصة لأشخاص معينين مشايخ، الآن نريد أن يوزعها بين الموظفين كامل، إن الموظفين يستفيدوا من جميع الدعم. يلعبوا بالدرجات الوظيفية، باعوهن سامي اتكلم يا سامي. احنا خرجنا اليوم لمطالب حقوقية موظفين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. بالنسبة للحوافز، رواتب المهندسين ضئيلة جدا، يعني راتب المهندس 45,000 إلى 47,000 لا تكفي للمواصلات الحضورية. هناك حوافز، هناك إيرادات كثيرة لدى الهيئة ولكن لا نستفيد منها، من السجل العقاري، من الأراضي، من الاستمارات، المساحة، من كل الجوانب، يعني إيرادات بالملايين ولكنها إيرادات مهدرة تضيع في مكاتب الفروع، في الدواوين، في مكافآت للنخب، لا، ويحرموا منها الموظفين الذين هم الأصل في إجناء هذه الإيرادات. كل أعمال الهيئة تقوم على عاتق هؤلاء المختصين. طبعا هناك عدد كبير من زملائنا من المتعاقدين لهم فترة طويلة 5 أشهر من دون راتب، يعني شيء لا يطاق، عليهم التزامات من إيجارات، من علاجات، من أشياء، محرومين أيضا من التأمين الصحي، لا يوجد لدينا تأمين صحي، يعني لا مرض شخص فينا نضطر أن احنا نمرض استمارة بالجمع له للعلاج، وكم من هذه الحالات، يعني مأساة. لذلك خرجنا اليوم نطالب من الأخ رئيس الوزراء بأن يتخذ قرارات من شأنها معالجة هذه الأوضاع، وبالدرجة الأولى إقالة الفاسدين ومحاسبتهم، واسترجاع أموال الدولة، أراضي الدولة المنهوبة في كل أنحاء الجمهورية. وشكرا.